أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الثالث، أشوف نموذج للفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة الفرنسية. إذا النموذج على شكل PDF علقه في الوصف. نبدأ أكتيفيتي دو ليكتور. إذا عندنا نص وعندنا صورة، إذا الصورة تعبر عن النص، إذا نقرأ تكست ومن بعد نجاوبو على الأسئلة. À l'école، أمين دي à Anas. À l'école il y a un nid. Dans le nid il y a un petit animal. أمين et Anas sont des camarades. أمين mange une poire et Anas mange une pomme. إذا نشرحو النص. في المدرسة أمين قال أنس في المدرسة كاين واحد العش، وفي هذا العش كاين واحد حيوان صغير. أمين وأنس هما دي كامارات أصدقاء. أمين كياكل بوار إجاس وأنس كياكل البوم. إذا بالنسبة كومبريونسيون دو ليكري، إذا غنجاوبو على الأسئلة انطلاقا من النص. إذا غناخد جملة نقراها كانت في النص، إذا يعني مطابقة النص، كنكتبها ما كانتش في النص يعني كتكون خاطئة. إذا غنشوفو كومبريونسيون دو ليكري ونبداو بأول جملة. إذا جو لي لو تيكست بوي جيكري فغي أو فو. À l'école il y a une banane. إذن عنشي بالنسبة للنص هي à l'école il y a quoi؟ il y a un nid. هنا كاتب لينا بانان. إذن هاد الجملة خاطئة لأنها ما كاينش في النص، لأن في ليكول كاين ان ني ماشي بانان. إذن نكتبو فو. تخي بيان. إذن عنشو الجملة الثانية أنس مونج اون بوم. عنجي وعنشوف هنايا أنس مونج اون بوم. أنس مونج اون بوم هاي الجملة كاينة في النص، إذا هاد الجملة صحيحة. إذا غنكتبو فغي. إذا غنكتبو هنا فغي. غنمشي الجملة الثالثة à l'école il y a un nid. هاي كاينة هاد الجملة، إذا فغي فغي. إذا غنكتبو هنا فغي، إذا لأن الجملة صحيحة إذا غنكتبو فغي. تخي بيان. إذا سالينا السؤال الأول، ننتقلو السؤال الثاني. كومبليت لا فراز دو تيكست دونز ان ني. إذا غناخدو الجملة كما هي في النص. إذا dans un nid OK il y a un petit quoi il y a un petit animal il y a un petit animal وعنجيو نكتبو الجملة كما هي il y a un petit animal. إذا نكتبو هنا il y a un petit animal un petit animal. إذا نقطة. إذا هنا بالنسبة dans un nid il y a un petit animal. غنمشيو سؤال كيسيون 3. جو كولوري لي مو كي فون افيك ليماج. اذا نشوفو الصورة شنو فيها، فيها ان وازو فيها ان ني. اذا غنلونو بالنسبة هنا عندنا ان وازو وعندنا ان ني. تخي بيان. ننتقلو كيسيون اكزارسيس اكري. اذا بالنسبة لاكزارسيس اكري سؤال كيسيون 1 جو بار لو مو كي نو كونفيان با بوي جو كومبليت لا فراز. إذا عش طبع الكلمة نمشي يديك وعنكمل لفخاز بالكلمة صحيحة. إذا عندنا لزلاف أن كارني. إذا هاد أون وهاد أ. هاد أون فعل يعني لوكسيديا أفوار كيتصرف ملي كيكون عندنا هذاك الفاعل سوجي بلوريال، و أ لوكسيديا أفوار يكون عندنا الفاعل سانجولي مفرد. إذا جي تويا إي لا نو زافون وي فوزافي إيزون. حنا كيهمنا أون و أ. أون كتستعمل في البلوريال و أ كتستعمل فاش في سانجولي. بالنسبة لوكسيليار افوار ما كنبغي نعبر على شي حاجة يعني جاي عندي سيلو جاي ان سيلو ولا عندو ان كارني اكسيتيرا. اذا هنا بالنسبة الكلمة اللي غنشطبو عليها، اذا عندنا بالنسبة للكلمة الاولى هنا عندنا واش غنعملو اون ولا ان. عندي هنا نشوفو لي زيلاف اذا بلوريال، اذا صحيحة خصنا نخدمو اون. اذا هادي غنشطب عليها اذا ما نخدمهاش. اذا ابخي اشنو غنكتب هنايا باش تكون عندي الكلمة صحيحة او الجملة صحيحة؟ لي زيلاف اون. اوكي اون ان كارني. اذا هذا هو الجواب صحيح. نمشيو للجملة الثانية. اذا بالنسبة للجملة الثانية اشنو عندنا؟ لو كايي. لو كايي اي عندنا دون لا تابل ولا سور لا تابل؟ اذا لو كايي اي سور لا تابل دون لا تابل. سور كتعني على فوق ولا دون طاولة. إذا ميمكنش نقولو مثلا مثلا كنا كانت كارطابل ممكن نعملوها، إذا الدفتر في الكارطابل. ولكن هنايا عندنا لو كايي. لو كايي أوكي ما يكونش في الطبلة داخل الطبلة، إذا خصو يكون فوق الطبلة. إذا الكلمة اللي خصني نشطب عليها هي هادي
والكلمه الصحيحه اللي خصني نكتب هي سور لا لا تابل. اذا جاوبنا على هذا السؤال. انتقلوا السؤال الموالي اللي هو دو جو سولي لو فيرب دون شاك فراز. اذا نحاولوا ماذا نسطرو على اذا الفيرب. الفيرب هو الفعل في الجمله اللي كيتصرف اللي كيتكونجيغا. سليم ام لو بارفان ام. اذا هذا هو الفعل المصرف هنا ماشي اذا وهذا هو الفعل. اذا الفعل هو يعني كيقوم بشي حاجه كيعمل واحد الحركه ام يحب يدخل يقول الى اخره. لامويت الى شويت بول. اذا بول تطير فعل. اذا فيرب هو الذي يقوم بشيء. اذا بول اذا شي حاجه كتحرك نسميها فعل يقوم بشيء. سامي جو دون لا كور. اذا جو هو الفعل يلعب. اذا نسطر عليه تري بيان. اذا نمشيو السؤال 3. جو كومبليت بار ايل او ال. اذا ايل او ال هذا برونون سوجي فاعل ضمير فاعل. اذا ايل كنستعملها ما كيكون مفرد مذكر وال كنستعملها كيكون فيمينا اوكي سانغولي يعني مفرد مؤنث هذا ماسكولا سانغولي مفرد مذكر. اذا غنشوف الفاعل اكان فاعل مفرد مذكر كنعمل ايل اكان مفرد مؤنث كنعمل ال. اذا عندنا امينا جو كوا جو ا لاكور. اذا فينا هو الفاعل سوجي هو امينه. اذا شكون كيلعب بلاكور بالحبل. اذا هي امينه. اذا هاد امينه باش نعوضها الى برونو الى ضمير نعوضها هي مفرد مؤنث. اذا نعوضها ب ال اوكي اسكو سي كلير. اذا هنا ال. كاريم ان جوي. اذا كاريم شكون عنده اللعبه. اذا كاريم هو الفاعل بان ضمير غيعوض كاريم مفرد مذكر اللي هو ايل وعنضع هنايا ايل تري بيان. اذا هنا عندنا الى كوا الى ان جوي. اذا انتقلوا اوكي لا باج سويفونت اي لا كيسيون كملوا لي كيسيون. اذا عندنا برودكسيون دو ليكري جيكري 4 مو دو مون شوا. اذا هنا نكتب اذا اربع كلمات وكل كلمه فيها واحد لا لتر من الاختيار ديالي. اذا هنا عندنا ان ممكن نكتبوا اني اني اوكي. الوغ عندنا لا لتر سي ممكن نكتبو ان كارتاب ولا ان كادو. ان كادو اوكي ان كادو. عندنا لا لتر بي ممكن نكتبو ان با باتو اوكي. اذا عندنا لا لتر يو ممكن نكتبو مثلا ميي ولا مثلا ميور اكسيتيرا. اذا نكتبو ميور. اذا هنا بالنسبه ميور ان ميور تري بيان. اذا سالينا السؤال او نمشيو السؤال الثاني. جو مي اون اوردر لي مو بور ايكريغ دي فراز. عندنا امين امادو افيك اي. اذا هنا ديما الجمله باش تكون مفيده كنبداو بواحد السوجي من بعد كنعملو واحد الفعل فيغ من بعد كنكملو الجمله. اذا هنا عندنا امين اي افيك امادو ولا ممكن نكتبو امادو اي افيك امين. اذا جوج صحيح. اذا غنكتبو اذا امين اوكي. دائما هنا عندنا الاسماء كنكتبوهم ب ماجيسكول الحرف الاول اي افيك كي اي افيك. اذا ا اذا نكتبو امادو تري بيان. اما امادو. اذا هذه جمله صحيحه. اذا نسالوها بنقطه. اذا سالينا الجمله. نمشيو الجمله الثانيه. فون ايل سيرك او. اذا فين هو الفاعل هنايا هو ايل وهنا الفعل مصرف فون. هنا غنقولو كوا ايل فون او سيرك. ايل فون كوا او سيرك. اذا هذه جمله يبون يعني مشاو السيرك. سالي بنقطه. اذا كونا جمله مفيده تري بيان. اذا نمشيو السؤال 3. جو كولوري لو مو كي كوريسبون ا ليماج. اذا نلونو الكلمه اللي مرتبطه بالصوره. اذا نشوفو الصوره الاولى اشنو كتمثلنا. جيراف لا كاراف. اذا كتمثل بيان سور جيراف. الصوره الثانيه كتمثل كيمونو ولا كوالا. كوالا بعدا سيتا انيمال. اذا كتمثل لعبه ديال رياضه كيمونو. اذا الصوره شنو كتمثل كار ولا ساك. اذا كتمثل بيان سور ساك. اذا نكملو التلوين. اذا هذا بالنسبه للبرودكسيون دو ليكري. نكملو بالنسبه عندكم اكريتور كوبي يعني كتابه كوبي. حاولوا تدربوا على هاد الكلمات. اذا عندنا اوكي كيفاش نكتبو ايغريك اكسيتيرا. هنايا بالنسبه للكتابه اوكي. وبالنسبه للديكتي ما يولي عليك الاستاذ. اذا كيعطي لك اصلا في الدار درب عليه ديجا خاصك تكون عارفو. إذن هذا هو امتحان. نتمنى نكون فدتكم. شكرا وإلى اللقاء.